فمتهيألي آن الأوان إن إحنا ننشغل قليلا بالمستقبل، والحقيقة نبدأ نفتح يعني مجال واسع للمناقشة والحوار حول مستقبل عملية التنمية في مصر. للأسف، وبقول للأسف ويمكن كررتها في أكتر من مناسبة، مصر تخلفت كثيرا عن ركب التنمية في العالم خلال السنوات الماضية، تخلفنا كثيرا، وآن الأوان أن نحاول سريعا أن سد فجوة التنمية بيننا وبين العالم من حولنا. وبالتالي محتاجين في الفترة القادمة، الحقيقة مصر تحتاج إلى قفزات وليس معدلات عادية أو تقليدية للنمو وللتنمية بمفهومها الشامل والمستدام خلال الفترة القادمة. عايز أقول إحنا بنعمل إيه، أو يعني استراتيجية التنمية المستدامة. طبعا هندي فرصة للأخ العزيز أيمن إسماعيل كمنسق عام للمجموعات العمل اللي اشتغلت خلال الفترة اللي فاتت، يدي لحضراتكم فكرة تفصيلية عن ايه الجهد اللي تم خلال الفترة الماضية وايه اللي احنا بنطمع ان احنا نحققه خلال الفترة اللي جاية. لكن ادوني يعني عايز استغل الخمس دقايق المتاحين ليا ان انا احاول اشرح بشكل سريع احنا بنعمل ايه. استراتيجية جديدة للتنمية المستدامة في مصر، هو احنا مصر محتاجة استراتيجيات، مصر محتاجة رؤى. احنا عندنا دايما بيبقى فيه انتقادين، يعني اما ناس يقول مصر بلا رؤية وبلا استراتيجية، يا اما ناس تانية تقول يعني تهرينا استراتيجيات وما فيش حاجة بتتحقق. فالهدف من هذا العمل الحقيقة اللي انا بعتبره ان شاء الله فقط للوطن مش لأي حد تاني، هو ان احنا نبني اولا على كل الجهد الكبير اللي تم خلال سنوات ماضية طويلة، زي ما قلت برضو في اكتر من مناسبة وبحب اكرر مرة تانية وتالتة وعشرة. مصر لا ينقصها استراتيجيات، لا ينقصها رؤية، لو احنا اعتبرنا ان اللي كان موجود هو يعبر عن رؤية واحدة او استراتيجية واحدة. المشكلة ان احنا عندنا استراتيجيات ورؤى كثيرة جدا، وضربت أمثلة كثيرة. عندنا مصر 2017، عندنا مصر 2020، عندنا مصر 2022، عندنا مصر 2030، عندنا مصر 2050، عندنا مصر 2052 محدثة. ده على المستوى القومي. عندنا على المستوى القطاعي عندنا استراتيجيات مختلفة في القطاعات المختلفة. استراتيجية للتعليم، عندنا استراتيجية للتعليم، عندنا استراتيجية للزراعة، عندنا استراتيجية للزراعة، عندنا مكانيا نبدأ نتكلم عن المشروع القومي لتنمية سيناء، كان عندنا المشروع القومي لتنمية سيناء، عندنا كان وما زال الحقيقة المشروع القومي لتنمية سيناء، عندنا الساحل الشمال الغربي، عندنا شمال الصعيد، عندنا جنوب مصر، كل دي استراتيجيات بوثائق موجودة. احنا في هذه الوزارة بنبني على كل هذا العمل اللي تم خلال السنوات الماضية، لكن بالإضافة بنضيف إليه حاجات استجدت في المعادلة بتاعتنا. مصر في ثورتين، في 25 يناير وفي 30 يونيو، حدثين كبيرين، في مطالب كبيرة جدا طلبت بيها هذه الثورات ولم يتحقق منها الكثير حتى الآن، وبالتالي يجب أن يكون لدينا رؤية واستراتيجية واضحة لتحقيق هذه المطالب مش عايز أقول الأحلام، ولكن لأن كل شيء عظيم بيبدأ بحلم كبير بن 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 بنسعى لتحقيقه كلنا. لكن كمان عندنا رئيس جمهورية جديد، وفي مستجدات كثيرة جدا، وفي مشروعات قومية عظيمة جدا بدأت إما بتفعل، إما بيتم الإسراع في تنفيذها، إما بتستحدث من عدم، زي قناة السويس
الجديدة، زي ما بنتكلم على 4 مليون فدان، زي ما بنتكلم عن طرق، مشروع قومي للطرق أكتر من 4800 كيلو بأسبقية أولى في خلال سنة، أكتر من 3200 كيلو يتم تنفيذهم. ففي الحقيقة مستجدات كثيرة على هذا الصعيد يجب أخذها في الاعتبار في أي رؤية وأي استراتيجية وأي خطة خلال الفترة اللي جاية. مش بس كده، عندنا أبعاد دولية وإقليمية كثيرة جدا حصلت. العالم حوالينا اتغير كتير، المنطقة اللي احنا بننتمي إليها أحداث كثيرة جدا خلال الفترة الماضية، وبالتالي دي كلها مستجدات يجب أخذها في الاعتبار إذا كنا بصدد وضع رؤية واستراتيجية للتنمية بمفهومها الشامل والمستدام خلال الفترة القادمة. عندنا الحقيقة يعني إن شاء الله تحضير لمؤتمر كبير عالمي كبير وجاري التنسيق والإعداد ليه بشكل مكثف. لازم يكون عندنا في هذا المؤتمر هذه الرؤية وهذه النظرة الاستراتيجية والخطة الاستراتيجية تكون واضحة ومعلنة. عندنا مستجدات على الصعيد العالمي فيما يتعلق بأجندة التنمية. يعني لو أي حد، كل حضراتكم بتتابعوا الأحداث على مستوى منظمة الأمم المتحدة وعلى المؤسسات التابعة لها وعلى مستوى البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية كلها، كل العالم دلوقتي بيتكلم عن أجندة التنمية ما بعد 2015، ها البوست 2015، بعد ما كنا بنتكلم على الأهداف الإنمائية للألفية اللي هي الام دي جيز، الميلينيوم ديفلوبمنت جولز، كانوا بيتكلم كنا عن الفترة من 2000 إلى 2015. دلوقتي الاجتماعات على يعني بتجري بشكل موسع جدا ومكثف في أروقة الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية عن أجندة التنمية في العالم ما بعد 2015، وهيكون مرتبط بيها كل المساعدات الإنمائية اللي بيتم ضخها من خلال مؤسسات التمويل الدولية على مدى السنوات القادمة. من هنا بتأتي أهمية إعداد استراتيجية ويعني رؤية واستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر خلال الفترة تحديدا اللي احنا اخترناها بعناية وبعد مناقشات مستفيضة الحقيقة مع مجموعة كبيرة جدا من الخبراء والمهتمين، ان بنتكلم على أجندة التنمية 2015 إلى 2030. ولما بنتكلم على مصر يعني بتسير وفقا لنظام السنة المالية، وبالتالي بنتكلم لما نتكلم على 2015 بأعني تحديدا السنة المالية اللي بتبدأ اللي هي 15-16 اللي هي بتبدأ 1/7/2015 وتنتهي بإذن الله تعالى في 30/6/2029. ده المدى الزمني اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا في نظرة أطول، طبعا وزارة التخطيط كان ليها يعني جهد في هذا الموضوع، ولكن في جهد أساسي جدا قام به هيئة التخطيط العمراني مع وزارة الإسكان اللي هو المخطط مصر 2050 و2052. كل ده إطار محدد وبنتكلم عليه، لكن احنا الفترة اللي احنا تحديدا بنتكلم عليها اللي هي 2015 إلى 2030. والمعيار عندنا هو بقى لتفعيل ده. حد يقول لي طيب ايه هو الجديد في العمل اللي انت تعمله او بنعمله النهاردة؟ ده الجديد ان احنا بنحاول نتفادى كل المشاكل اللي احنا كلنا، كل المجموعة اللي شاركت في هذا العمل حتى هذه اللحظة ليهم خبرات طويلة قوي في مجال، فعارفين كويس قوي العيوب والمشاكل. واحدة من العيوب او خليني اقول عيبين اساسيين يعني عانت منهم كل استراتيجيات وخطط التنمية في مصر خلال السنوات والعقود الماضية، واحد اول حاجة الفكرة التانية احنا بنسميها الاونرشيب او الباي ان، او ان يبقى فيه ملكية مجتمعية لهذه الاستراتيجيات والخطط.
ان لا ينظر اليها انها استراتيجية بتاعت فلان او بتاعت الحكومة دي او بتاعت الرئيس ده او بتاع، ولكن استراتيجية للتنمية في مصر لا تتغير، لا تتغير على الاقل في ملامحها وفي اطارها العام، وحتى مستوى البرامج ما تختلفش باختلاف الافراد ولا الحكومات، ولكن تبدأ في مستوى التفاصيل. ممكن اسلوب الوصول لهذا الهدف ممكن يتغير في أثناء التنفيذ، ولكن الإطار العام يجب أن يكون قيد أساسي حاكم لنا كلنا خلال الفترة القادمة. فكرة المشاركة المجتمعية الواسعة في إعداد هذه الرؤية والاستراتيجية، وده يمكن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع الموسع، زي ما قلت لحضراتكم إنه هدفه أساسا هو البدء الرسمي أو الإطلاق الرسمي لسلسلة الحوارات المجتمعية حول رؤية واستراتيجية التنمية في مصر حتى عام 2030. لكن كمان الجديد ان الجهد اللي هيتعرض على حضراتكم ده ندعي، واعتقد ان ادعاء حقيقي وليس مصطنعا، انه ليس عملا حكوميا. احنا في مشاركة اساسية وواسعة، مش عايز اقول دور القيادة، ولكن يعني دور الرئيسي في الجهد اللي هيتعرض على حضراتكم النهاردة هو من الخبراء ومن منظمات المجتمع المدني اللي شاركت معنا بشكل واسع خلال الأشهر الماضية. لكن مرة تانية مؤكد ان احنا مهما حاولنا ندمج او نجذب ناس كتيرة ان هي تشارك معنا في هذه الحوارات، اكيد ما غطناش كل الناس. ولذلك هو الهدف من اللقاء النهاردة ان احنا نطلق ده بشكل رسمي، ونقول ان احنا هيكون عندنا موقع، وعلى الموقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويمكن النهاردة الاجتماع ده هيكون مسجل ومزاع مباشرة على الموقع بتفاصيله. هنبدأ نتكلم بالتفاصيل مع او على نطاق واسع. هندي لحضراتكم بعد ما نعرض فرصة للمناقشة هنا داخليا، هندي فرصة اطول لأي ملاحظات أو تعليقات أو إضافات خلال الفترة اللي جاية. هنفتح الموضوع من خلال الإنترنت ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ودرجة كبيرة من إدماج ومشاركة المصريين اللي موجودين كمان في الخارج، وهي كفاءات كبيرة جدا وموجودة، بحيث نقدر ندي مساحة. تخطيطنا يعني مش عايز اسبق، ولكن عايز اقول ان احنا تخطيطنا ان احنا هذا اذا كنا النهارده بنطلق ده بشكل رسمي، هندي مساحه على الاقل او خلينا اقول على الاكثر علشان نبقى واضحين، يعني نهايه سبتمبر 2014 ده البرنامج الزمني اللي احنا بنشتغل عليه للانتهاء من هذا الجهد. المرحله الثانيه يعني، او خليني يعني استرسل في موضوع العيبين ليه الاستراتيجيات والخطط، وايه الجديد في دي اللي هيضمن لها ان بتغيير هذا الوزير اللي موجود قدام حضراتكم، او وزير او الحكومه اللي موجوده النهارده، وفي مجلس نواب، وفي حكومه جديده منتخبه، وفي بلد موجوده، ايه اللي يضمن الاستدامه وهذا التنفيذ؟ اللي يضمن مهما حطيناه في الدستور، مهما حطينا في قوانين، كلامك الخطط والموازنات والموازنة وكل ده بيصدر بقوانين، طول عمره بيصدر بقوانين، وموجود نص في الدستور وموجود كل ده، مش هيلزم اي حد ان ينفذ اي حاجة من اللي هتبقى موجودة حضراتكم الا الملكية المجتمعية. نلاقي ناس مؤمنة بان ده هو الحلم اللي احنا عايزين نوصله، هي دي مصر اللي بنحلم بيها بعد 15 سنة من النهاردة عايزينها وبالتالي هو ده اللي يخلي الدفاع مهما تغيرت الحكومات والافراد نفضل نضمن الاستدامة. دي نقطة واحدة. نقطة العيب الاول اللي احنا حاولنا بشكل كبير نتداركه خلال الفترة اللي فاتت، وان شاء الله الفترة اللي جاية بوجود حضراتكم وبوجود الاعلام موجود معانا، بحيث يحصل نتفادى هذا العيب الرئيسي. الحقيقة الرئيسي بأكد الرئيسي. العيب الثاني المهم جدا هو احنا نفسنا قصير. احنا بلد لحد دلوقتي التنمية عمل شاق وطويل، يعني مش عمل النهاردة. الدول كلها اللي بنشاور عليها النهاردة، اي دولة فكر في اي دولة كان عندها هذا الحلم، كان عندها هذه الرؤية الطويل
محدش كان في هذه المجتمعات لما نقول له بنفكر ليه 15 سنة جايين يقولك يا خبر ده انت ماشي بعد 3 شهور ايه اللي هيخليك تفكر. لا، في بلد موجودة بصرف النظر عن الافراد وعن الحكومات لازم هي اللي هتقوم وهي اللي هتنهض. وبالتالي كان في حلم طويل الاجل الدولة او المجتمع كله حاسس انها بتاعته. لما تروحوا في اي دولة من الدول، مش عايز اسمي اسماء يعني دول، ولكن تلاقي جزء اساسي من التعليم، من مناهج التعليم بتاعته، جزء اساسي من الاعلام بيتكلم عن هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية وهذا الحلم، بيتكلم على ازاي دور كل واحد في تحقيق هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية ايه. حتى الطفل اللي موجود الصغير بيبقى عارف دوره كويس قوي، بيعرف الملامح بيديها له بشكل بسيط وبيقول له دورك انت كطالب في المدرسة تعمل كذا كذا علشان توصل بينا بالحلم ده. الحاجة التانية زي ما قلت حضرتك هو فكرة النفس الطويل. التنمية عمل مؤسسي وطويل، وبالتالي عايز آلية قوية جدا وصارمة للمتابعة والتقييم والمحاسبة. المتابعة والتقييم والمحاسبة، من هنا جات على فكرة وأهمية كلمة أن الوزارة في التشكيل الأخير اسمها التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع أنه هو المفروض أنه هو يكون المتابعة هو عمل أساسي في أعمال التخطيط، ولكن عشان يبرز أو عشان نبرز أن المتابعة لها دور أساسي في الفترة اللي جاية حطناها وأكدنا على وجودها في مسمى الوزارة الجديدة. فهنا فكرة آلية المتابعة هذا الحلم، يبقى عندنا آلية مؤسسية تبقى بتتابع معنا هذا الحلم، ودايما تكون هذه الآلية المؤسسية أفضل الأحوال تكون بعيدة عن الحكومة، يعني كل ما كانت الحكومة شريك في هذه الآلية، ولكن تكون في مراقبة مجتمعية واسعة. طبعا هيكون عندنا مجلس نواب، هيبقى عندنا إن شاء الله في آلية للمتابعات بشكل مختلف. الدور الإعلام دور أساسي جدا في هذا الموضوع، ولكن يعني ده أعتقد من النقطتين المحوريتين. تاني، المشاركة المجتمعية الواسعة في إعداد الرؤية والاستراتيجية، ده اللي بنحاول نعمله، ثم آلية للمتابعة والتقييم وللمحاسبة بحيث يبقى فيه معيار واضح بنتوثق منها الخطط التنفيذية. لما بنتكلم كل الناس اللي بنتكلم على خطط وموازنات البرامج والأداء، ما أنا لما يبقى عندي هذه عندي البرامج والمؤشرات موجودة أقدر أتابع وأقيم على أساسها بدلا من موازنات وخطط البنود اللي احنا طول عمرنا قاعدين نتكلم عليها، الباب الاول والباب الثاني والباب الثالث والباب السادس والحاجات دي كلها. لا، انا في الاخر انا عايز ايه؟ مجموعه من الاهداف. وده يمكن الجهد اللي اعتقد المتميز جدا اللي تم خلال الفتره اللي فاتت. انا مش عارف